النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في الأردن. نهار اليوم استمرت الأجواء الصيفية الاعتيادية بالتأثير في عموم مناطق المملكة، وانتشرت كمية من الغيوم المنخفضة في شمال وسط المملكة خلال ساعات الصباح الباكر كنتيجة لارتفاع في نسب الرطوبة السطحية، ويتوقع خلال الأيام القليلة القادمة أن تستمر هذه الأحوال الجوية، تستمر درجات الحرارة حول معدلات مثل هذا الوقت من العام، ويستمر الطقس الصيفي الاعتيادي خلال ساعات النهار اللطيف إلى المعتدل في الجبال والسهول خلال ساعات الليل، لكن يكون مائل للدفء في ساعات الليل في منطقة الأغوار، البحر الميت والعقب، وأيضا أجزاء من المنطقة الشرقية. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لكميات من الغيوم المنخفضة المتفرقة في شمال وسط المملكة، كما ذكرنا هي ناتجة عن ارتفاع في نسب الرطوبة السطحية، لكن سرعان ما تلاشت هذه الغيوم المنخفضة وسادت أجواء صافية في عموم مناطق المملكة. نتحدث الآن عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة اعتبارا من نهار اليوم الأحد أو نهار اليوم الخميس، حيث تستمر المملكة تحت تأثير هذه الكتلة الهوائية ذات درجات الحرارة حول معدلات مثل هذا الوقت من العام. يستمر الطقس الصيفي الاعتيادي بالتأثير خلال ساعة النهار في عموم مناطق المملكة، تكون الأجواء حارة نسبيا في المناطق الجبلية، لكن تكون حارة في المناطق الشرقية، منطقة البادية، أيضا أجزاء من منطقة الأغوار، البحر الميت والعقبة. خلال ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة وترتفع نسب الرطوبة مجددا، تسود أجواء لطيفة إلى معتدلة في الجبال والسهول، وتتشكل الغيوم المنخفضة خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر خاصة في المنطقة الشمالية والوسطى. يوم الجمعة لا تغير الحالة الجوية، تستمر درجات الحرارة حول معدلات مثل هذا الوقت من العام، طقس صيفي اعتيادي في عموم مناطق المملكة خلال ساعات النهار، لكن خلال ساعات الليل تسود أجواء لطيفة إلى معتدلة في الجبال والسهول، مائلة للدفء إلى دافئة في باقي المناطق. لا تغيير أيضا على الحالة الجوية المتوقعة يوم السبت، يستمر الطقس صيفي اعتيادي في عموم المناطق، وتستمر درجات الحرارة حول معدلات مثل هذا الوقت من العام. نذهب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة. تسود أجواء صافية بشكل عام، 21 درجة مئوية، الملموسة 22، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون ما بين الخفيفة والمعتدلة السرعة. نبقى في العاصمة عمان والتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. تستقر درجات الحرارة العظمى حول 31 درجة مئوية خلال عطلة نهاية الأسبوع وأيضا خلال بداية الأسبوع القادم، لكن خلال ساعات الليل يوم الجمعة تسجل 22 درجة مئوية، تنخفض يومي السبت والأحد لتسجل 20 درجة مئوية فقط. ننتقل الآن وإياكم لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة، نبدأها في المنطقة الشمالية. درجات الحرارة تبقى حول معدلات مثل هذا الوقت من العام، طقس صيفي اعتيادي في عموم المناطق، المفرق 33 إلى 24، إربد 32 إلى 23، جرش 33 إلى 24، وعجلون 31 إلى 21 درجة مئوية. ننتقل الآن نحو المنطقة الوسطى. الزرقاء طقس صافي مع 34 إلى 24 درجة مئوية، البلقاء 32 إلى 22، نفس الحرارة تقريبا في كل من عمان ومأدبة، والبحر الميت 38 إلى 31 درجة مئوية. نذهب الآن جنوبا نحو الكرك، طقس صافي 31 إلى 22، الطفيلة 31 إلى 22 أيضا، معان طقس صافي 33 إلى 23، الشبك 28 إلى 20 درجة مئوية، والعقبة أجواء شديدة الحرارة مع 41 إلى 30 درجة مئوية. نختم جولتنا بالمنطقة الشرقية، الأزرق 37 إلى 24 درجة مئوية، الصفاوي 36 إلى 23، ورويشد 38 إلى 23 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.